استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي الجولة التفقدية بمركز ومدينة بسيون بقيادة ماراثون للدراجات بمشاركة 50 شابا من أبناء عروس الدلتا ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي. وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في كافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة وكذا الكيانات الشبابية في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر وتعميم الرياضة ولجعلها أسلوب ثقافة وحياة.